حلول إدماجكم في الوظيفة العمومية. بالصوت الواحد والإدماج الفوري للحملات الشوارع. بالصوت الواحد والإدماج الفوري للحملات الشوارع. تحديدوا بالصوت الواحد والإدماج الفوري للحملات الشوارع. للإدماج الفوري للحملات الشوارع. ومناصب في الملايين ما بيصير تقولوا. مناصب في الملايين ما بيصير تقولوا. والحيوان اجتماعي والعطلة البطلة والعطلات الشهداء. والحيوان اجتماعي وش هو هو هذا والعطلة البطلة والعطلات الشهداء. انتخابات كنتو تقولوا المناصب الملايين واليوم اليوم صرت تقولوا ما يتخيل الله وراكم شويتوا البلاد.
تحية للسعد جماهير المناطق حاليا عندنا اللائحة ديال المحظوظين ديال أولاد ديال أبناء الأعيان ديال أبناء البرلمانيين ديال أبناء الوزراء من صحاب والديهم رئيس هذه الجهة هذه مستعجلش لولادو مباريات ديال المحاملة أبناء أبناء المحظوظين اللي توزعت التركة ديال المحاماة بيناتهم واحد الطريقة كتجمع السكان الموت وعطات الريحة ديالها باش يكون تعبيري أننا نرفض ونستنكر الطريقة باش نرد فيها مباراة ديال المحاماة. والوظائف والإدارة
حتى أش ماشي مغرب العائلة والنظام السياسي القائم في هذه البلاد والعالم بأسره ما حققه المغرب بفضل ذاك الوليدات في المونديال. والمغرب أصبح على محركات البحث العالمية كدولة صاعدة. قدمه الوزير الحقير عبد اللطيف وهبي العليل القائم بأعمال المخزن من داخل وزارة العدل منذ مجيء هذا الرويبدة على وزارة العدل، وهو يجتهد بالليل والنهار لتكثيف هجومه على ولاة الشعب وقمع حرياتهم وسلب حرياتهم، وكان آخرها هو فضيحة مباراة المحاباة التي وزعت بمنطق الغنيمة بمنطق العشيرة. 37 عائلة كدوز 5-6-4 ديال أفراد منها، وقال لك هو بلحية بلحشمة على أنه قرر ولده في كندا ولبس عليه. داك الشيء علاش داز المحاماة كسؤال وكإطار معطل نطرحه أمام ولاية الجهة ورئاسة جهة فاس مكناس، باعتبار أنه حتى رئيس الجهة دوز بنت البرلمانية مروة الأنصاري وكذلك ولدو المدعوم حمزة، كان طرحوا السؤال متى كانت الشواهد في كندا تفتح الآفاق ويتم تكييفها لاجتياز مباراة المحاماة في المغرب. مباراة مفضوحة تداولها الرأي العام الدولي وأصبحت شهة المغرب والفضيحة ديالو على سيرة كل لسان وكل المنصات والقنوات العربية والأجنبية. هذا ما هو إلا غيظ من فيض جميع المباريات في المغرب كتدوز على هاد الشاكلة هذه، باش يبقاو هادو اللي كيسيروا البلاد هاد الرعاع هاد الفسادة كيفسدوا في هاد البلاد أنا الليل وأطراف النهار ولا من يحرك ساكنا، بينما أبناء الشعب الفقراء الجياع شوفوا الصيغة ديال التعاطي معاهم على إنزالات وعلى جحافل ديال القمع. علاش كيحاصروا ولاد الشعب باش ما يقولوش الحقيقة وباش ما يطالبوش بالحقوق ديالهم عادلة ومشروعة. كرسالة نوجهها لهذا الوزير، هذا الوزير أعن اللي ما فتئ يصدر استفزاز تلو استفزاز للشعب المغربي. إن كانت هذه الدولة فيها ضرة واحدة كتصفر فيها الأسس ديال الدولة، الإقالة والمحاكمة العلنية والجماهيرية على هذا الفساد اللي فعل الصدح واعطانا صورة عن المباريات في المغرب. وكان بين الناجحين هذا ولد رئيس الجهة وبنت رئيس الجهة، الشي كله داز مؤامرة الدخلة او ما سمي بمؤتمر الدخلة اللي ادى الملايين داها واللي ادى المناصب داها، بينما ولاد الشعب الاكفاء المصير ديالهم هو مصيرنا. إذا كان الجميع في هذه البلاد السعيدة تقطع الرؤوس ولزم الصمت، هذا الإطار
سينزل باعتباره صوت الشعب وسيقول دائما لا للفساد في المباريات، لا للفساد في كل المجالات، نعم لتكافؤ الفرص. وهذا السيو مهبي هو اللي البارح رفع شعار قدام باش نزيدوا القدام. ساعه ما كاين لا قدام لا بانتراكتور، والحمامه والميزان راه داير حاله في البلاد، والبلاد ما توزع بمنطق الغنيمه ومنطق الفيرمه ديال باهم، اما حنا غير لاجئين عندهم. هذا رئيس الجهه عام من المراسله، شهاده حق نقولها للجميع. رئيس الجماعه بالرغم من كل شيء فتح ابواب الجماعه استقبلنا مرات عديده، كذلك ولايه الجهه الكاتب العام، كذلك السلطه مهضروش كتستقبلنا كل ما دعت الضروره كل ما كان الضغط، كذلك مجلس العماله كتستقبلنا جواد الصايغ قبل ما يمشي للحبس. الا رئيس الجهه عبد الواحد الانصاري اللي غلق الابواب ديالو في وجهنا، والان كنتفاجئوا انه فتحها في وجه الابناء ديالو كرساله. كذلك الرئيس الجهه، خصنا رئيس الجهه وقلنا ديك 900 مليون اللي عطيتي لجمعيه واشم في مشات، السيد رئيس الجهه اغلقت الابواب في وجه المعطلين وفتحتيها وجه ولادك بنتك اللي هي ما مخصوصاش برلمانيه. وعباد الله، والبرلماني وكيتزاحم مع ولد الشعب وداخل بوساطه من اجل اجتياز مباراه ديال المحاماه. والكارثه والفضيحه اللي كاينه هو سرقه مناصب ولاد الشعب بعد ان استبدلوا مرشحين اجتياز المباراه في اللوائح اللي غتجتاز الاختبار الكتابي. من تعلمت النتائج ظهرت واحد الكائنات الاسماء ديالها ما تذكراتش فاش اللوائح ديال الاجتياز الكتابي، وتم ترشيحها بشكل ما نعرف كي داير تبنت اللوائح النهائيه. ردنا على هذا الواقع البائس هو استمرارنا في الاحتجاج، وهو السير على ذاك الشهداء وعلى ذاك المعتقلين السياسيين من اجل احقاق الحق، من اجل اثبات على ان ظهر الوطن الحبيب لسنا في طليعتنا حبيبين، بل نحن في وطننا، فالوطن للجميع، والمناصب والمكاسب لمن؟ لعباد المخزن، لعملاء النفوذ الاجنبي في البلاد، لعملاء النفوذ الاجنبي في هذه البلاد الحبيبه. وبالتالي غادي نتوجهوا مسيره احتجاجيه ستجوب شوارع فاس من اجل تنفيذ هذا الواقع المزري، ومن اجل كذلك التاكيد على الشرعيه في المعركه واستمرارها وسيادتها في الزمان والمكان. وتحيه نضاليه عاليه لكل اشاويه الاطار على تشكيل ديال الخطوه. هذا مغرب الثروات، هذا مغرب الثروات، هذا مغرب الثروات، هذا مغرب الثروات، ماشي مغرب الكفاءة، ماشي مغرب الكفاءة، هذا مغرب الثروات، هذا مغرب الثروات، ماشي مغرب الكفاءة، ماشي مغرب الكفاءة، والخدمة بشحال تعطيك.
والخدمة بشحال تعطيك والخدمة بالوسطة الله دار الزروطة يا خدام شكور وفي المغرب يخدم شكور وفي المغرب
المغرب يخدم وفر المغرب يخدم شكون هذا محسب هذا سابون هذا محسب هذا سابون هذا محسب هذا سابون هذا محسب هذا سابون وفر المغرب يخدم شكون وفر المغرب يخدم شكون Thank you.
Yeah.
الرشوة
الطريقه والشكيله اللي كتوزع عليها الحيط ان في تمثيله رئيس الجهه الانصاري برلمانيه عجيبه في تمثيله سيد واحد عاوتاني عنده رئيس مصلحه في الوزاره ديال العدل الله هو هذا عطل الإيمان وشوى هو هذا عطل الإيمان
هذي صرخت هب هب هذا دربنا درب الجماهير جماهير الصامدة كل يوم حد حد والحل الوحيد كل الحلول ماشي كنت الواقي فالعمومية المحلي والدولي لأن تفجرت فضيحة ديال المباراة المتابعات بين قوسين. علاش؟ أن السيد الوزير وهبي ارتأى أنه يوجد هذا الشكل هذه انسجاما وطبيعته الفاسدة انسجاما وطبيعته المتملقة للمخزن وللدولة بشكل عام وللعائلات التي ظهرت اسمها في لوائح الناجحين وزعت المباراة ديال محاماة بين 37 عائلة بين 38 عائلة كل عائلة دوز 4-5-6-7 منهم أبناء مسؤولين كبار أبناء رجال أعمال معروفين أبناء برلمانيين فاسدين أبناء رؤساء جماعات أبناء رؤساء جهات وكذلك بنت رئيس الجهة ديال فاس بلاس ولدو رئيس الجهة كذلك حمزة ومروة دوز ونسيهم الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين المغرب. هذه المباراة بطبيعة الحال هي إلا واحد الصورة جزئية على ما يقع في المباريات الشكيلة التي تدبر بها الامتحانات الشكيلة التي يتم الإعلان بها النتائج بحيث على أن بعض المرشحين أو بعض المكرمين ممن ظهرت أسماؤهم في اللوائح ديال الناجحين لم ترد أسماؤهم في اللوائح المؤهلة للاجتياز اختبار الكتابي وبان سميتها في لوائح الناجحين. هادشي هذا يسيء للمغرب الفضيحة كما قالتها وسائل إعلام دولية وعربية وإقليمية مؤثرة في المشهد الإعلامي وقنوات دولية ما عندهاش على منصات التواصل في المغرب على المستوى ديال الفيسبوك تويتر منصات التي تعتبر أصبح المغرب على سيرة المنصات بعد تلك الصورة الجميلة اللي بناها المنتخب بفضل النية والعطاء ديال ديك الوليدات والاجتهاد ديالهم والقتال على القميص الوطني داك المكانة اللي المغرب أصبح يحظى بها داك الدعاية السياحة اللي تدارت وحيث أدت واحد طفرة نوعية في السياحة بحكم أن المغرب الاسم ديالو تحرك على المستويات ديال محركات البحث العالمية جوجل وما إلى ذلك. الآن سيهم مهبي دكوه في رمشة عين وبلاحية بلحشمة بشكل مستفز بشكل حقير بشكل لا تعجز الكلمات على وصفه.
يقول لك انا ولدي عندي جوج الاجازه في كندا وهلا بس عليه الطراف الخارج بمعنى يرسل اشاره لابناء الجياع لابناء الفقراء ان ما دام انكم فقراء ما عندكمش امكانيه عليكم ما عندكمش وسطه ما غتكون حتى شي حاجه منكم وهذه حقيقه في المغرب حاليا الصراحه ديال من اللي عنده فلوس واللي عنده الوسطه والنبه قادر يخلص عليه ويكالي عليه بينما ولاد الشعب الفقراء ما كانش يهضر عليهم غياب تكافؤ الفرص غياب الديمقراطيه غياب الشفافيه غياب وكيبقى السهم مهبي هذه الحكومه السافله وهذه الحكومه اللا شرعيه هذه الحكومه الرقيطه اللي جا بها المخزن عن طريق صناديق الاقتراع المزوره والمال الفاسد والبلطجه والتزوير اللي تم بشكل مفضوح في الانتخابات هذا هو الصيغه ديال التعامل مع ولاد الشعب وهذا هو النتائج ديالها بحيث ان يلاه دوزت عام واحد على راس الحكومه وشوف ما صدر منها واستقبالا تصدر اشياء اخرى ولاد الشعب يكونوا على الاستعداد على رساله كيوصلوها بعد تصفيات وليات الادب العلوي الانساني باعتباره اكبر خريجي كليات المغرب اللي كيمشيو يجازوا المبارز ديال التعليم صفاوها معاهم في 45 سنه 30 سنه من نسبه الاجراء حاليا الحقوق لا لشيء الا انهم يقالوا بقلب الشهر هما المغرب ديالهم هما ولاد الشعب اللي طرا ما كان حتى شي حاجه وما وصل حتى شي حاجه يمشي يسرح ولا يمشي يسرح الكوارث ولا شي حاجه ولادهم هما اللي تصحوا هما اللي طراو في الخارج من السي الوزير السي مهدي قريتي في الخارج ولو كان عنده الشطاطر في الخارج يجلس تما ويتبس داتو في كندا شي شناهو زمر البلاصه ديال الشعب ولاد الكداح اللي مساكن حياتهم كامله هما كيدمروا ويقراو ويعوروا عينيهم باش تكون عندهم شي حاجه اللي يعاونوا والديهم ما عندكش القلب ديال ولدك انه يجتهد في كندا تكون من مكان هاد الحكومه هادي راه مازال غتهجم على ولاد الشعب مازال غتاخذ المجازر الشعب نفس الشعب انه يتسقطوا في شهر هذه السنه ينزلوا للشارع وطالبوا بالمصلحه ديال الحكومه ان حكومه ما جانا موراها غير الولاد مازال غيجينا الولاد موراها وهذه راه عكس هذا كما قلت مازال العاطفه طيب فضل الله واش المباراه ديال المحاماه تنسى هذه الشكيله التوضيح في المناصب الكبرى ديك المناصب الثقيله كتخلص عليها كتخلص 3 مليون و 4 مليون في الشهر راه كتدوز ما كنسوقولهاش الفطور شكرا جزيلا للمباراه فاس نيوز عليك.